كأنه عم تدور على هي. لا تتدخل بشي ما بيخصك. هدي طول بالك. مين بقى اللي بالصورة؟ هات لشوف. وانت شو دخلك؟ صح ما دخلني، بس قول يلا يلا بقى قول وخلصني. هذا اللي بالصورة بيكون أخوك ما هيك؟ ها؟ كأنه سومر عايش؟ شو هي؟ بتضلوا عايشين إذا أنا عشت؟ إيه شو هالجملة هي؟ أنت خيالك واسع كتير. سومر أخي ميت. أوعك تكذب علي. يلا حكي لي، لهذا السبب عم تشتغل عند جلال؟ عم تدور على أخوك مو؟ شكلك بتحب تألف قصص. القصة وما فيها يا مجد إني كنت عم دور على أخي، والسبب الوحيد اللي خلاني روح لعند بابا جلال هو مديرك الواطي، واللي موجود بالصورة هو أنا. إيه والكتابة بتبين إخلاصنا لعائلتنا. شوف نحنا ما بنحكي لأنه الحكي ما بيجيب نتيجة. إيه خدا، أساساً الصورة كلياتها دم، مو مبين مين فيها. رو عم تحاول تضحك علي؟ لا تحاول تكذب، عم توقعني بالحكي هلأ ما؟ اسمعني منيح، بعيد عن عيلتي ونصيحة، لا تحاول تألف قصص عن أخي الميت وإلا رح تندم. أنا شو دخلني بحيلتك؟ لو ما أخذت هاي الصورة كانوا رح يحبسوك. موجود عليها عينة من دمك. اللي سويته إني أنقذتك ولازم تتشكرني عليه. ما أنا هيك عم بتشكرك. معناتها هيك طلع الحساب بيناتنا خالص. صافينا؟ صافينا. شغلنا جاب نتيجة؟ قدرت تعرف مين بيكون الضيف؟ لا، جلال عرف بالموضوع وما بعرف كيف شاف الجهاز. استخفينا بالزلمة، واضح انه حذر. ايه صح، منيح انك انتبهت للكاميرا وإلا كنا رحنا فيها. انت برأيك عنا فرصة تعني حضرة المدير؟ تعرف لانه اذا هالمرة انكشفنا رح تتأذى عائلتي. انت بطلي، خليك هيك يا ابني، لازم تعمل اللي بتقدر عليه وتجيب هذاك الاسم. ليك الزلمة اللي عم يخلي جلال حذر لهي الدرجة هو شخص مهم. أمرك، رح حاول جيب اسمه وبأسرع وقت. اللي يا عبقري، ما بنعرف إذا استفدت من هالضربة. يلا حكي لي يا ابني، شو فهمت من الحكي اللي حكيناه أنا وياك من شوي؟ أمرك معلم، بدنا نفك كل الكاميرات ونبدلها بكاميرات تانية، يعني ما حدا رح يقدر يقطع البث مرة تانية. اسمع منيح، من هون ورايح رح ندور على أجهزة بشكل يومي. وإذا بالمستقبل غلط مرة تانية غلطة مثل هاي الغلطة، رح علقك من رقبتك ورح أعملك عبرة للكل. عم تفهم؟
فهمت فهمت بابا جلال. هلا اروح على السريع وفتش البيت من فوق لتحت. امي. ايه حبيبي. انا مالي حابب مثل دور الملك. ليش؟ بدي مثل دور الاصلع اللي بياخد بنته. خلاص يلا بسرعة كمل اكلك. شراب صباح العصير. الخير. صباح النور. مديرك ما عم يهدي بالنا يا كرم. مزبوط يا بابا، بس بصراحة الوحيد اللي بخليه يمشي على الطريق الصح هو أنت. إيه والله. حبيبتي. اللي حياتي. الشباب بعد شوي رح يفتشوا البيت، من هون ورايح ما رح يفوت أي حدا غريب على البيت، عم تفهمي حبيبتي؟ تمام؟ مثل ما بدك. صباح الخير. صباح الخير بنتي. أهلين ملاك. عادي معنا وافطري منيح يا بنتي. أنا مستعجلة كتير. كرم معلش توصلني بطريقك. بابا خلي أختي ملاك تجي معنا لتشوف تمثيلي بالسيارة. دقيقة في شغلة، أنا نسيت شنطتي. رح روح أجيب لك إياها. أنا بجيبها. طلعوا بالسيارة. مو نسيان شو في عنا اليوم ما؟ لا شو في حبيبتي؟ حفلة الطهور اللي بحارتك القديمة. أخ مزبوط كنت نسيان. كيف نسيت هالموضوع؟ منيح إنك ذكرتيني. والسنة الماضية ما رحت لهيك، بيكون أحسن إذا بتروح اليوم مشان الناس ينبسطوا. التجهيزات كلها تمام، الموسيقى والزينة والغراض أنا جهزتها من مبارح. معك حق حبيبتي، أنا لازم أروح. بدي أروح وأسأل كيف صار وضعهم وأعطيهم كم ليرة يستفيدوا منها، لأنه أنا تربيت بالحارة وهنيك كنت جلال بياع الكباب. وأنا بدي أروح معك حبيبتي. لا أنا برأيي ما تروحي أنتي، في قصة مهمة بدي منك تجهزي لي إياها. إيه؟ فورا يا روحي. شوفي حبيبتي، اليوم رح يجي لعنا ضيف كتير مهم، لهيك اسمعي بدي اياكي تشتري له هدية خاصة ولو كانت غالية. مبين هالضيف بهمك كتير. صحيح فهمتي. لا تشغل بالك، امتى بدك اشتري الهدية؟ والله اذا فيك تشتريها اليوم منيح. معناها بشوفك المساء حبيبتي. ماشي حبيبي. بصير ملك رح يجي الأصلع يطلب إيد بنتي، بس أنا ما رح وافق. شكلك معجب ببنت الملك يا مصطفى، لهيك ما بدك توافق. لا مو هيك. موفق بالدرس. ممكن تتفضلي يا سمو الأميرة؟ بدي أطلع قدام يا حضرة الشوفير. هذا بيكون شرف إلي. يعني إذا بدك أنا بسوق. ألو كرم وينك؟ تعال بسرعة أخذنا أمك على المشفى. ليش أخذتوها؟ شو صار له؟ ما بعرف كرم، أغمى عليها فجأة ولهلأ ما فائت. طيب أنتوا بأنو مشفى؟ ماشي يلا جاي، أنا لازم أروح على المشفى ضروري. يلا أمشي بسرعة رح روح معك. ف...
فتوني يلمز بأنه غرفة بتلاقيها بالسرير الثاني. أمي شبك؟ ولا شي. شو قال الدكتور؟ ما بعرف، أغمى علي وبس. رح يحكي الدكتور معنا بس تطلع التحاليل. الحمد لله على سلامتك. أنت ليش إجيت؟ لا يكون انشغل بالك علي. ليش هيك عم تحكي؟ من إمتى أنا ما بفكر فيكي؟ المهم هلأ لا تعبي حالك. حأستناك برا. الحمد لله على السلامة. بترجاكي لا تعملي هيك. بتتذكر يا ابني؟ بتتذكر شو قلت؟ إذا بدي أوصل لجلال على جستك وأنت تجاوزتني، أنا ما رح أتجاوزك. رح أتخلى عنك. أمي، أبي رح يطلع من السجن؟ ما رح يطلع يا حبيبي. لا تزعل هيك ابني، من هلأ ورايح أنا رح كون أمكن وأبوكن. يعني أنت تخليتي عن أبي؟ للأسف إيه يا ابني، لأنه عمل تصرف مو منيح. يعني أنا إذا عملت تصرف مو منيح رح تتخلي عني؟ شو عم بتقولي يا روحي؟ معقول أتخلى عنكن أنتو الاثنين؟ نحنا رح نكون سوا دائما. معقول قديشك بنت مزوقة؟ جاية لهون بأي عين؟ هي المرة هون بسببكن ولا ما بتعرفي هاد الحكي؟ ممكن تروقي شوي؟ ما بقدر، ما فيني روق لما حس إنه حدا تأذى بسببي. نحنا مو مثلكن أبدا. ليكي أنا ما بدي يصير مشكلة، أنا هون مشان ساعدكن مو أكتر. تعرفي شو أكبر مساعدة ممكن تقدميها؟ انتو بس بعدوا عن كرم ونحن منتشكركن كتير، غير هيك ما رح ترتاح المرة. أصلاً ما بيطلع بإيدك غير تطلعي فيني هيك. بس لازم تفهمي شغلة، مستحيل تأسري فيني. فهمت إنك موجوعة بس أنتي عم تتمادي كتير. أنتي ما عم تفهمي، في عيلة عم تتفرق بسببكن وإن فاتت على المشفى بسببكن برأيك هالشي طبيعي، واللي أنا عم أعمله اسمه وقاحة مو هيك؟ طبعاً أنت من وين بدك تعرفي شو معنى العيلة؟ مفكرة أنك الوحيدة اللي بتعرفي شو هي العيلة؟ أنت شو بتعرفي عني لحتى تحكي معي هيك؟ أنا ما بعرف عنك أي شي يا محامية المافيا، وبصراحة ما بيهمني أعرف شي أبداً. مستحيل حسك منيحة بس لأنك إجيتي لهون. بدل ما تسمعيني هذا الحكي، من الأفضل أنك تروحي تصلحي العلاقة بين الأم وابنها مو هيك؟ كرم عم يتعذب وأنت بتعرفي. على أساس هالشي بيهمك؟ أنا بدي روح، بشوفك بس تخلص من هون. مو أنتي السبب، لا تعتبري الحكي اللي قالته أمي إلك. حكيت هيك لأنها زعلانة مني. كرم عن جد مو مهم أبدا، هي أمك فيها تقولي اللي بدها إياه، أنا ما زعلت. مشفى أو دكتور، إذا احتجت شي فورا قلي، منلاقي لها مكان أحسن. تعي وصلك على السيارة.
شكرا لأنك أجيتي. مرحبا دكتور. دكتور الخالي فتون. أهلين، أنا بكون ابنها. شو وضع أمي؟ فيك تطمني عنها؟ ضغطة طالع، راح الخطر. فيك تطالع وأنا قلت لها هذا الحكي. لا تخلي أمك تتضايق من أي شيء، خليها ترتاح وما تتعب. اهتموا فيها يا أستاذ. إذا طلع ضغطة مرة تانية لهي الدرجة هالشي راح يسبب لها عاهة مستديمة. ما فهمت شو قصدك بهالحكي؟ عاهة مستديمة؟ نزيف دماغي أو شلل. الضغط يلي بيطلع فوق العشرين كتير خطير. سلامتها. سمعت شو قال الدكتور؟ يعني ما بصير نخليها تتضايق. لسه بدك تروح لعند هداك الزلمة؟ ما بصير بهالوضع تعمل يلي براسك. أمي، الدكتور قال إنه فيني يروح. بس شو مشان الأدوية؟ وصفة الدكتور معي. وصف لي دواء؟ سيدي لقيت شي أثر؟ وينو الزلمة اللي عطى عمر الصورة؟ كرم اهدى وروق لو سمحت. سيدي ما فيني اهدى، أنا لازم لاقي هذا الزلمة بسرعة. بس لازم تطول بالك شوي يا كرم، لازم تهدى وتروق. بترجاك لبقى تقول لي روق سيدي، لازم نستعجل. جبت أمي من المشفى، عندك خبر بهالحكي؟ سلامتها خير، شو صاير معها؟ يعني أنت برأيك شو ممكن يكون صاير معها؟ المرة فاتت على المشفى لأني عند جلال، فهمت شو هو السبب؟ ما في مزح بهي الأمور يا كرم، نحن شو حكينا من الأول كأنك نسيت؟ لا أنا ما ممكن أنسى هيك شي سيدي. اللي بقصد قوله إذا كان أخي عايش فأنا لازم أعرف. أنا لازم خلي وجه أمي يرجع يضحك. ليش ما عم تفهم علي يا كرم؟ أنا عم قلك رح لاقي لها الزلمة. عطيني رقم تليفونه، أنا لازم لاقي. أنا عم قلك إنه لغى الخط تبعه. ركز معي كرم، خلاص أنا رح لاقي. حاجتك عناد بقى. سيدي ما فيك تسمي عناد، مو عناد. هذا الشيء بخص حياتي أنا، هالمعلومة اللي بتخص عمر مهمة كتير. تمام كرم، عم قلك رح لاقيه. طيب بسرعة لو سمحت حضرة المدير، لأنه هي القصة ما بتحمل بنوب نستنى أكتر. قلت لك عم دور عليه، شو مو مصدقني؟ هي القصة رح تنتهي بأقرب وقت. خلاص رح أعطيك عنوان الزلمة، ووقتها بتقدر تعرف إذا كان أخوك عايش ولا لا. فهمني حضرة المدير. فهمانك يا كرم، فهمانك. ليك من اليوم ورايح ما عاد اسمح لك تقول لي سيدي، ماشي؟ بس سيدي. بلا سيدي. بتقول لي اخي، من اليوم ورايح نحن اخوات، يعني عيلتك هي عيلتي انا. بتشرف. يا اخي. وهلا احكي لي عن الشغل شوي، شو الاخبار الجديدة؟ جلال بعت مرته تشتري هدية للضيف، وأنا رح حاول أعرف مين بيكون. كيف بدك تأخذ الاسم من مرته لجلال؟ ما بعرف، يعني رح أعمل كل جهدي لأخده. ليك لا تتسرع وتفضح حالك بس من شان تأخذ الاسم. اتحرك بدون ما تترك أثر، لأنه هالطريق كتير طويل. أنت وثق فيني يا أخي، لما اشوفك المره الجايه رح كون عرفت لك مين بيكون ضيفه لجلال، وهذا وعد مني. وانا بنفس الوقت رح كون لقيت الشخص اللي بعت صوره اخوك لعمر. رح تلاقيه، بس شو الطريقه يا يوسف؟